ودلوقتي خلينا نتابع مع بعض أهم الأخبار والأحداث اللي هتحصل النهاردة، وكمان أهم المباريات اللي هتتلعب في كأس السوبر المصري. بالنسبة للأخبار اللي هتحصل النهاردة، فهيتم إجراء قرعة حج الجمعيات الأهلية لاختيار الحجاج الفائزين بتأشيرات حج الجمعيات الأهلية لموسم حج 1445 هجرية 2024، وده من خلال القرعة الإلكترونية اللي هيتم إجراءها عبر بوابة الحج الموحدة اللي بتشرف عليها وزارة الداخلية لاختيار 7500 حاج من بين عدد 23400 متقدم. النهارده لعشاق الكرة المصرية موعدهم مع مباراتين قويتين في كأس السوبر المصري بنسخته الجديدة. المباراة الأولى الساعة 3 بين بيراميدز وسيراميكا لتحديد المركز الثالث، وفي 7 مساء هيلتقي الأهلي مع فيوتشر للمنافسة على الفوز بلقب البطولة. النهارده لعشاق الدوري الإنجليزي موعدهم مع مباراتين مهمين في إطار الجولة 19 من عمر المسابقة. هيلتقي برايتون مع توتنهام الساعة 9:30، و10:15 هيلتقي أرسنال مع ويست هام.